نبتدي بقى مع حضراتكم اخبارنا. وطبعا زي ما انتم عارفين النهارده منتخبنا الوطني عنده مباراه مهمه جدا امام منتخب تونس في نصف نهائي كاس العرب، وباذن الله نقدر نتخطى نسور قرطاج عشان نقدر نوصل بالتالي للنهائي. الحقيقه المباراه دي ليها مجموعه كبيره من المكاسب بغض النظر بقى عن النتيجه. اولا احنا كده كده بنستعد لمواجهه تونس او الجزائر او المغرب او السنغال او نيجيريا في طبعا المباراه الفاصله المؤهله لكاس العالم واللي هتكون في مارس اللي جاي باذن الله. فبطبيعه الحال الاحتكاك المباشر في ماتش زي ماتش النهارده وقبله في ماتش زي ماتش الجزائر ده بيتقل من امكانيات لاعبتنا وتعتبر خير استعداد للماتش الاهم في مشوارنا الفتره اللي جايه. عشان كده البطوله دي الحقيقه يعني ناجحه جدا ومفيده جدا بكل المقاييس لكيروش والجهاز الفني وجهاز المعاون وكمان اكيد لكل اللاعبين.